السلام عليكم دكتور نبيل. باشمهندس محمد بس كان بيصلي العشاء دقيقة واحدة بالظبط إن شاء الله، وهندخل الناس ونبتدي بإذن الله. طيب، وإن كان أنا كنت أقترح إن إحنا نلتزم بالوقت وهو يصلي متأخر شوية. معذرة معذرة يا دكتور نبيل، هو حالا قال لي بالظبط دقيقة وهكون معاك. السلام عليكم دكتور نبيل، أنا لسه مخلص صلاة أنا ومهندس ماجد، نعتذر لتوقيت العشاء، إن شاء الله ده ما يتكررش تاني. إحنا حالا هنجو لايف دلوقتي. يلا بسم الله سامعني يا دكتور؟ بسم الله. بسم الله. خلاص أنا بعمل بس شير على الفيسبوك عشان المحاضرة توصل لكل الناس، وفي ثواني هنبقى على الهواء. ماجد هبدأ بيه، أدخل. ماجد بيه، ازاي؟ ماجد بيه. هو لسه مش سامع حضرتك، لحظة. لسه مرحب بيك يا نبيل، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله بقالنا سنوات ما شفناش بعض. صحيح. الله يكرمك، ربنا يعني الحمد لله جمعنا نشوف بعض تاني بقالنا مدة. الحمد لله، الحمد الحمد لله لله. يا دكتور، الله يكرمك. استاذ ماجد، بس حضرتك ممكن بس حضرتك تفتح الصوت من عند حضرتك في انا هاكله المكتب. يا مريم دلوقتي، لان احنا الاثنين قاعدين على ترابيزه واحده فبيحصل صدى. طيب تمام. اول ما اقفل الكلام ايوه تمام على طول هفتح الميكروفون عند مهندس ماجد، معلش. تمام. بس هو سمع دكتور نبيل، يعني انا كنت فاتح له السبيكرز. تمام، انا يعني وجدت ان هو سامعني. سامع حضرتك ماجد بيه، اخبارك ايه؟ طيب يا دكتور، وحشنا والله. والله وانت كذلك. امتى هتيجي للعمرة؟ الله يكرمك، الله يكرمك. مش هتيجي للعمرة؟ يقول لك لا مش للناس. ايوه نبيل، تقول ايه؟ يقول لك مش تيجي هتيجي العمرة. للعمرة ولا لا؟ لا انا عايز اجي بس لما الدنيا تصف. يعني قالوا لنا 1 يناير، بس الى الان في شك كبير. طيب كويس، لما نشوف اول ما تيجي ان شاء الله نبقى نتصرف. حتى ممكن نتصرف على اخواننا بتوع بلاد اللي يبعتوا لنا حاجه كده. طيب تمام. بحيث ما تبقاش عمره، بيقال ان العمره بتبقى معقده جدا. الآن هي معقدة، بعد يعني شهر إن شاء الله تكون أخف بإذن الله تعالى. مهندس محمد حسين، كيف حالك؟ الحمد لله. ازيك يا دكتور؟ انا سعيد ان انا قابلت حضرتك، يعني دايما الواحد كان يسمع عن حضرتك ويسمع فيديو لحضرتك، لكن ده اول لقاء يعني. الله يحييك، أهلا وسهلا. وسمعة أنا حضرتك سعيد طبعا إن سابقاك يعني. نعم، سمعة حضرتك سابقاك دايما. جزاك الله خير، هذا من أصل حسن أصلك وتربيتك وعلمك. العفو العفو يا دكتور، العفو. طيب أنا هستأذن حضرتك، هبدأ أدخل الناس أهو ونبدأ نتكلم. مريم أستأذنك من اللحظة دي ابدأي أدمت أي حد يدخل، ماشي؟ تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا معانا في الحلقة الأولى أو في المحاضرة الأولى من كورس الفيديك، اللي هو الكورس ده يعتبر جزء من دبلومة اسمها CMB Contract Management Professional. خليني كده في عجالة أتكلم على الهدف من الدبلومة وإيه التارجت بتاعها سريعا، ومهندس ماجد ودكتور نبيل هم هيكملوا المحاضرة ويستفيدوا في الجزء ده. خلينا كده نقول إن الهدف من الدبلومة دي إن إحنا نخرج مهندس عقود محترف فاهم شغله، مر بمهارات كتير وملكات كتير اتعلمها على إيد يعني كبار وقامات العقود والتحكيم في مصر وفي العالم العربي، ولا أبالغ إذا كنت بقول في يعني في العالم أجمع. الدبلومة كانت في البداية يعني فكرة وحلم، والحمد لله ابتدت تخش على أرض الواقع. ويمكن الكورس المرة دي أو المادة الفيزيك المرة دي تعتبر المادة الثانية في الدبلومة بعد انتهاء المادة الأولى اللي هي العقود الهندسية. خليني أقول إن الهدف أو الرغبة اللي احنا عاوزين نعملها إن احنا نوصل العلم ده لكل الناس. ويمكن أول حاجة عملناها إن احنا ابتدينا بسلسلة قضايا تحكيمية، كان الغرض منها إن احنا نتكلم عن التحكيم بشكل مؤسسي وممنهج في محاضرات فري مذاعة على كل الناس بدون مقابل. ثم حولنا الكلام ده لدبلومة احترافية
يقدر يشترك فيها اي حد من اللي يرغب في الموضوع ده. وابتدينا الدبلومه بسعر رمزي جدا، يعني ب 1500 جنيه الماده، وده سعر يماثل 25% ولا ابالغ، 25% من مثيلاتها في الماركت العربي او المصري، وان كان العربي ممكن يبقى اغلى. الغرض ان احنا نوصل لكل الناس، وكل الناس تستفيد، اللي يقدر يدفع واللي ما يقدرش يدفع، عشان يبقى العلم بيوصل لكل الناس. النقطة الثانية اللي حابب أنوه عنها، إن إحنا مش بس بنركز على المحتوى العلمي وعلى الخبرة العملية كمان، إن المهندس ماجد ودكتور نبيل وغيرهم من القناة اللي هيشاركوا معنا هم ناس ليها باع كبير وخبرة عملية كبيرة، لكن بعض الناس بتحب إن الشهادة تبقى معتمدة، بيسأل هو الكورس ده شهادته معتمدة، الكورس ده مين اللي بيسيرتيفاي الكورس ده. خلينا نقول إن الدبلومة بالكامل معتمدة من المركز العربي للتحكيم، ده رقم واحد. رقم اثنين، معتمدة من المركز القومي لبحوث الإسكان التابع لوزارة الإسكان، وبتطلع بيطلع عليها ختم النسب عشان الناس اللي بتحب توثق الشهادات بتاعتها وتحطها في السي في. الكورس المرة دي كمان بيتميز إن فيه إكسترا، إنه بيجي شهادة من الفيدك نفسه، بيتبعت دايركت حتى من الفيدك. الناس كانت مش مصدقة في الفيدك نفسه، والله يا حضرتك هيجي لك إيميل رسمي من الفيدك، مش إحنا حتى اللي هنبعت لك الشهادة عشان تتأكد من الموضوع ده. وده طبعا بتشريف دكتور نبيل عباس معانا، فاطمنوا الشهادات مش مضروبه يعني. وفي كمان ان احنا الفتره الجايه بناخد سيرتيفيكيشن من جامعات اجنبيه، بس مش هعلن عنها دلوقتي، احنا اندر بروسيس، بحيث ان الناس تبقى عارفه ان المحتوى ده ابروفد على جميع المستويات، على المستوى المحلي والعربي والدولي، على المستوى العملي وعلى المستوى النظري، عشان الناس تبقى مطمنة. طيب أنا مش حابب أطول أكتر من كده، يعني إنما أنا ضيف على القامات، فنبدأ بدكتور نبيل عباس هيبدأ يعرف بنفسه. أنا هقول لكم الأجندة كده سريعا، هيبدأ دكتور نبيل عباس يعرف بنفسه سريعا وسابق خبراته للي ما سمعش عنها، لمن لم يرى النور يسمع، ثم مهندس ماجد يبدأ يتكلم ويعرف بنفسه ويكلم عن بقى الدبلومة باستفاضة وعن كورس الفيديك، ثم ندخل في المحاضرة بتاعتنا. دكتور نبيل المايك مع حضرتك، اتفضل. ممكن اخلي المهندس ماجد لانه هو يعني هو الاستاذ حق جميع الناس اللي موجودين على على الشات ده. فتحت الصوت مش واضح. دكتور نبيل، دكتور نبيل قامه عاليه جدا، وانا كنت افضل هو يتكلم قبل الحقيقه. يا دكتور انت الاستاذ، انت الاستاذ. الله يكرمك يا دكتور نبيل. طيب أنا أولا أرحب بزميلي العزيز 30 عام بنعمل في هذا المجال، وهو قامة عالية جدا في مجال العقود والخبرة والتحكيم على المستوى العربي والعالمي. أنا هتركه يعرف. واشتركنا سويا في مؤلفين، مؤلفنا الأول اللي من أكثر من 20 سنة كان عن المطالبات، ومؤلفنا الثاني عن تقرير الخبرة الهندسية برضو من سنوات طويلة، يمكن 15 سنة أو حاجة. وأظن دول يمكن من الكتب اللي كانت أول من صدر، من أول الكتب التي صدرت في هذا المجال في هذا الوقت. أعرف حضراتكم بنفسي، طبعا هو في ناس كانوا معنا قبل كده، إنما الآخرين اللي داخلين لأول مرة. أنا نقيب المهندسين المصريين السابق، أحد مهندسي حائط الصواريخ في حرب أكتوبر، كنت ضابطاً بالقوات المسلحة، عضو مجلس الإدارة المنتدب المكتب العربي للتصميمات، الذي كان مسؤولاً عن تصميم جميع مباني الدولة، دلوقتي طبعاً تشال منه هذه الميزة، عضو اللجنة التأسيسية لوضع دستور مصر، مؤسس ورئيس غرفة تحكيم اتحاد المنظمات الهندسية الدول الإسلامية، رئيس سابق، مؤسس ورئيس الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي، الأمين العام لاتحاد المحكمين العرب والأفارقة، مؤسس هيئة المعماريين العرب، لي حتى الآن 107 مؤلف في مجال العمارة والعقود والمطالبات وإدارة المشروعات. بفضل الله حصلت على تكريم من معظم اتحادات المهندسين في الوطن العربي،
ومراكز التحكيم العربية والدولية، نذكر منها مصر وسوريا والأردن وليبيا والبحرين وقطر وتونس والمغرب والإمارات ولبنان والسودان والمملكة العربية السعودية. ده تقريبا تعريف بنفسي. هذه الدورة ستتعرض للموضوعات التالية، ده يهمنا نعرفها الأول. أول حاجة تعريف ما هو الفيدك والعقود الصادرة عنه التي صدرت قبل 99، لأنه بعد أو نقدر نقول 92، من 92 بدأت تحصل زي ما تقول تعديل في الكونسبت بتاع الفيدك بتاع آلية فض النزاعات. ثم أخيرا صهرت المرحلة الأخيرة 2017، وسيقوم زميلي وأخي العزيز الدكتور نبيل عباس بشرح تفصيلي للعقد الأكثر انتشار اللي هو عقد الإنشاءات الصادر عام 1990، وسيوضح الفرق بينه وبين العقود الجديدة أو نقول عقد الإنشاءات، وهو يعني عارف موضوعه، اللي هو العقود التي صدرت في 2017. وسنختتم دورتنا بآليات فض النزاعات في عقود الأوامر التغييرية في عقود الفيدك، والمطالبات في عقود الفيدك، وآليات فض النزاع في عقود الفيدك بما يشمل مجلس فض النزاعات، ثم مجلس تجنب وفض النزاعات في عقود 2017. ثم أخيراً سنشرح بعض الحالات الدراسية التطبيقية في عقود الفيدك. السؤال الثاني، احنا يعني برضو لو سمحتوا لي هاخد برضو عدة دقائق اتكلم عن ايه الكونسبت بتاعنا. احنا بفضل الله توصلنا بالتعاون مع مركز بحوث البناء والإسكان، ومركز بحوث البناء والإسكان ده كادر أكاديمي جامعي، على اننا نعمل مجموعة الدبلومات دي، وعملنا تجربة معاهم وكانت ناجحة جدا، ونحن الآن نكرر هذه التجربة بأسلوب مختلف شوية. يمكن التاني كان بيعتمد بشكل أكبر مع هيئات الحكومة الشركات التابعة للدولة، إنما دلوقتي فتحناها للأفراد عموما. الدبلومة العقود بتتكون من 5 مواد. المادة الأولى اللي حضراتكم حضرتوها المرة اللي فاتت اللي هي العقود بصفة عامة، ثم عقود الفيدك باعتبارها الآن ونحن نتحدث الآن، المشاركين في الدورة السابقة من العالم العربي كانوا تقريبا أكثر من 60%، وبالتالي استخداماتهم الكبرى هي عقود الفيدك، فلابد أن يكون في مادة بتتكلم عن عقود الفيدك بأنواعها المختلفة. ثم المادة الثالثة في هذه الدبلومة اللي هي الكليمز تفصيلا، ثم المادة الرابعة اللي هي مادة قانونية بحتة، هي عبارة عن القانون المدني، واحنا هنحاول قدر الإمكان، وهتحدثنا فيه زميلتنا أو نقدر نقول ابنتنا الدكتورة مريم سليم العوة، وهي دكتورة في التحكيم وأصلا مهندسة معمارية ومعها دكتورة في التحكيم من لندن، ولها باع طويل في القانون المصري ومن المحامين المشهود لهم. ستتحدث عن القانون، نظرية الالتزام، القانون التجاري، القانون المدني، والقانون الإداري، وحندي برضو أمثلة تطبيقية، لأنه القانون طبعا هيشمل القوى القاهرة والظروف الاستثنائية وما يترتب على العقود الإدارية وما يترتب عليها من حالات دراسية تطبيقية. والمادة الأخيرة فيها هتكون بتتكلم عن السؤال الذي يرد في كل بنلاقيه في كل جروب، كيف أكون مهندس عقود محترف؟ فإحنا بنكمل الأجزاء اللي قلناها قبل كده ليكون مهندس عقود محترف. هذه هي الدورة الأخيرة، وستشمل الشيء التطبيقي بقى، والأهم في كل هذا إنه لازم تعرف تكتب عقد. ما إحنا اتفقنا إحنا عايزين بندي كلام نظري، ندي تطبيقات. هيكون المشروع اللي هيقدم مع المادة الخامسة هو هيكلف كل مجموعة من المجموعات اللي هتشاركنا في المادة الخامسة في إنها تعد إما عقد أعمال تشييد أو عقد مقاولة أو عقد أعمال ميكانيكية أو عقد
ترنيكي او عقد بي او تي او عقد كونسرتيوم او عقد جوين فينشر. دول هتبقى المجموعات، وخد نضيف لهم عقد الخدمات الاستشاريه. ولو ان احنا اصلنا هندي نموذج في الدوره الاخيره دي، عقد نموذجي خدمات استشاريه وعقد نموذجي مقاولي بعض. دي الدبلومه الاولى. واحد الاسئله اللي بتتداول تملي، طيب احنا بعد الدبلومه دي اللي علينا احنا ان احنا نعطيك الفرصه انك تمارس. ازاي؟ احنا عندنا الحقيقه مركزنا نحمد الله انه له سمعه طيبه، فعن طريق مركزنا والاتحاد اتحاد المراكز الهندسيه بنعطيك بعد اداء اختبار، ما هو المشروع ده هو الاختبار، ما بندوش اي كلام، شهاده بانك اصبحت ممارسا. هنا العقود بنديك قرار او قيد في سجل الخبراء مش المحكم. الدبلوم الثاني اللي هو دبلوم التحكيم اللي هنعلن عن بدايته قريبا، ده بيتكون برضو من 5 مواد. والحقيقه احنا يعني ازعم انه لا اظن انه حد درسه بهذه الطريقه، لانه يشمل كل جوانب التحكيم. يبدا بالتحكيم، اتفاق التحكيم، تشكيل هيئه التحكيم، اجراءات التحكيم، حكم التحكيم وحرفيه صياغته، دعوى البطلان، التنفيذ احكام التحكيم المحليه والاجنبيه. الجزء الثاني بيتكلم عن مراكز التحكيم الدوليه الاكثر شهره، الاي سي سي واجراءات الاي سي سي. وعلى فكره الاي سي سي في عقود الفيديك الدكتور نبيل طبعا هيقول لكم انه بينص على انه لو حصل خلاف تلجا الى غرفه تحكيم باريس. ففي الدوره الثانيه احنا طبعا لو كان عندنا وقت ممكن نشرح اجراءات التحكيم في غرفه تحكيم باريس اللي هي الاي سي سي في دوره الفيديك. انما الماده الثانيه في التحكيم هتشمل الاي سي سي، اكبر المصائب اللي بتقابلها الدول العربيه، مركز حسم ونزعات الاستثمار الاكسد في واشنطن، هنشرح اجراءات هذا المركز ونماذج من بعض الاحكام التي اصدرها وكانت الدول العربيه طرف فيها، ثم قواعد مركز القاهره الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي لانه صادر بأن الناس تلجأ له. والحقيقة كان من زمان قرار من مجلس الوزراء، وبالتالي بتلاقي معظم العقود المحلية اللي موجودة في مصر بتلجأ إلى مركز القاهرة. فقلنا الواجب أن احنا نشرح إجراءات هذا المركز. ثم المادة الثالثة هتتحدث عن التحكيم، قوانين التحكيم في الدول العربية. حضراتكم حضرتوا نسبة منكم من البحرين، السعودية، الإمارات، قطر والأردن. فإحنا هنشرح قوانين التحكيم في هذه الدول الخمس بالإضافة لليبيا ما عندهاش قانون موجود في قانون المرافعات، والعراق ما عندهاش قانون موجود في قانون المرافعات، والمغرب عندها قانون أصدره مجلس الشعب أو مجلس الأمة من النواب بتاعهم منذ أيام لسه جديد وعملنا تعليق له أو شرحناه، والكويت معلش واحد لحقني الكويت ما تنساش مهمة جدا، لأن الكويت عنده نظام مختلف عن الناس كله، عنده نظامين تحكيم، عنده حاجة اسمها التحكيم الإجباري والتحكيم الاختياري اللي احنا بنشتغل بيه، فعنده حاجة جديدة. فنظام التحكيم في الكويت، ثم قلنا المغرب والعراق وليبيا، ثم الكويت. المادة الرابعة هتتكلم عن التحكيم التخصصي، جزء جديد ما حدش بيدرسه، ما حدش بيقوله، اللي هو تحكيم في عقود البترول، عددها ضخم جدا وكبير جدا من العقود. ثم التحكيم الالكتروني، وهو شيء جديد خالص لم يتطرق اليه احد قبل ذلك، في مراجع قليله جدا في هذا المجال. ثم هنتكلم عن التحكيم البحري والتحكيم الجوي، الحوادث الجويه والخلافات الجويه. ثم التحكيم المعقد المسمى بالتحكيم متعدد الأطراف. المادة الأخيرة، خلاص خلصنا يا إخواننا تدريب واتكلمنا، فأنا هطلب من حضراتكم إنكم تاخدوا قضية وتكتبوا لي حكم. إيه النتيجة؟ أنت ملزم هنا أن تحقق نتيجة، نتيجة أن تكتب حكم، أن تستطيع أن تكتب حكم. هو ده
مقطع الأمر في هذه الدبلومة. بعد هذا الكلام وإن شاء الله هتطلع تعرف تكتب حب بعد ما تدرس هذا البرنامج. بعد هذا البرنامج يسمح لك بالقيد في جدول المحكمين. شرحنا بقى الفرق بين الخبراء وبين المحكمين. ده ملخص للي احنا البرنامج بتاعنا. ويعني اعتذر ان انا خدت جزء من الوقت، انما مهم لانه في اثناء المحاضرات بتيجي اسئله كثيره عن الموضوعات دي، فانا حبيت اقولها من الاول تبقى عند كل الناس والناس كلها عارفه. اشكركم وهرجع لكم تاني بعد ما الدكتور نبيل اخي وزميلي العزيز، وهو قامه عاليه جدا، ويعني انا بعتبر انه فخر لنا ان هو يكون معانا النهارده. ولا اخفي عليكم انا تركت له أكثر من 3/4 الدورة. هو سيبقى معكم 4 أيام، لا 4 أسابيع، في 8 محاضرات، وهو حيقدم نفسه لحضراتكم. وأشكركم مؤقتا حتى أعود للمحاضرة بعد الدكتور نبيل ما يقدم نفسه. تفضل دكتور. شكرا ماجد بيك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من قريب من المسجد الحرام في مكة أحييكم. أنا لست ساكنا مكة لكني ساكن جدة، اللي هي مكتبي يبعد 90 كيلومتر عن الحرم، عن المسجد الحرام. أهلا بكم جميعا، أنا سعيد أني أكون معكم اليوم، وفي خلال المحاضرات اللي راح أسعد بتواجدي فيها معاكم. وأعرف نفسي تعريفا بسيطا، أنا اسمي نبيل عباس، أنا مهندس معماري وتخرجت أساسا من جامعة القاهرة قسم العمارة. أيضا درست دراسات عليا في الشريعة الإسلامية، ثم أخذت دكتوراه في إدارة التشييد، هندسة وإدارة التشييد من بريطانيا، من جامعة ستراثكلايد في هندسة وإدارة التشييد. موضوع البحث اللي أنا عملته لنيل الدكتوراه كان عن المطالبات في عقود التشييد، ولذلك أنا اهتمامي موجود في موضوع العقود، موضوع النزاعات، وموضوع المطالبات، وموضوع كتابة تقرير الخبرة والتحكيم، وهذه النقاط اللي ماجد بيك قدم إنه راح تكون موجودة في الدبلوم. طيب، أنا مهندس استشاري وصاحب مكتب استشاري منذ 40 سنة. عملي الأساسي إن هو أنا أدير المكتب وأعمل كخبير ومحكم، وأكتب تقارير خبرة. الحمد لله إلى الآن أنا كتبت فوق 400 تقرير خبرة في قضايا من 1,000,000 ريال إلى 1.5 مليار ريال. علاقتي بفيدك جاءت بسبب ماجد بيه. عرفني يوما ما على رئيس مجلس إدارة فيدك، كان في زيارة للقاهرة وطلب مني أني أجي على القاهرة، وعرفت على الرئيس. وبعد ذلك لما تعرفت على الرئيس عرفني على المدير العام اللي هو يدير الأعمال يوما بيوم في فيدك، وبدأ اهتمامي وشغفي بموضوع العقود. ثم اعتمدوني في فيدك للتدريب كمدرب باللغة العربية والإنجليزية لدورتين من الدورات اللي هم بيعملوها. أيضا أنا كنت في لجنة لتعريب عقود فيدك، تعريب معتمد من منظمة فيد، لأنه كان في ذلك الوقت في ترجمات
فيديكس 87 وربما 77 كمان، وكان في ترجمة واحدة أو اثنين كانوا في الأردن لعقود عقد فيديك الأحمر، ولكن لم يكونا معتمدين من فيديك. فكونوا لجنة وفيها مجموعة من العرب عشان يضمنوا إنه اللغة اللي تكتب بها ما تكون متخصصة بجزء معين من العالم العربي، ولكن تكون مفهومة عند قطاع كبير. فكان في لجنة مكونة من 5 وأحياناً 6 أفراد، وماجد بيه كان على رأس هذه القائمة، وعملنا 7 ترجمنا 7 ترجمات معتمدة لعقود فيديك، وهذه هي الترجمات الوحيدة المعتمدة إلى اللغة العربية إلى الآن. أنتوا أكيد تعرفوا أنه فيديك اللي إحنا بنتكلم عنه هو اللي صادر 1999، لكن بعد 18 سنة ظهر نسخة جديدة من عقود فيديك، من عقد فيديك الأحمر والأصفر والفضي اللي راح نتكلم عنها إن شاء الله كمقدمة لما نبدأ مع بعض بإذن الله تعالى. عقد فيديك الأحمر 2017 إلى الآن ليس هناك ترجمة إلى اللغة العربية معتمدة. ربما يكون اعتمدوا لغات روسية أو ألمانية أو أي حاجة أخرى، لكن للأسف إلى الآن لم يشكلوا لجنة أو يعني فريق للترجمة. وأنا سمعت طبعاً إنه في بعض الزملاء بيحاولوا يتواصلوا مع فيديك لعمل الترجمة وكذا، لكن في علمي إنه إلى الآن ليس هناك أي مجهود في ترجمة عقد فيديك الأحمر 2017 إلى اللغة العربية. هذه ببساطة علاقتي بفيديك. أنا أيضاً أقدم أبحاث في مؤتمرات فيديك في الشرق الأوسط خلال 12 سنة الماضية، يعني كلها، وهم عادة يعملوا هذه المؤتمرات إما في دبي أو أحياناً في أبوظبي أو الدوحة في قطر، لكن 80% منها يتم في دبي، وذلك لسهولة الدخول إلى دبي بواسطة ناس كثير. ألطف شيء أنه آخر مؤتمر أنا حضرته مع فيديك كان في أواخر فبراير الماضي، يعني قبل ما يقفلوا على موضوع كورونا، يقفلوا الحدود وما أحد يدخل وما أحد يخرج. ومن اللطيف أن أنا قابلت واحد أصلاً من جزيرة صغيرة جداً في البحر الكاريبي جنب كوبا، يعني وكل تعداد سكانهم 50-60 ألف، لكن هو يعني تحمل مشقة أنه هو يذهب إلى دبي ويحضر هذا الاجتماع، وهذا لأنه دبي منفتحة أو مفتوحة ل مجالات الدورات والندوات والمؤتمرات وكذا وكذا وكذا. طيب، الشيء اللي المهندس محمد حسين قال لكم هو انه ال 1500 جنيه اللي هي قيمة الدورة او الدبلومة او غيره، الدورة هذه فيديك وضع التسعيرة لمنطقة الشرق الأوسط ب 12,000 جنيه. فهم كده معطينكم 12% فقط من قيمة المعتمدة فيديك. هذا بخلاف اعتماد شهادات فيديك اللي إن شاء الله راح يتم لمن يرغب في ذلك حسب البيانات اللي راح أخذها من المهندس محمد حسين. انا كده هيزعلوا مننا في الفيديك ولا ايه يا دكتور؟ نغلي الاسعار ولا ايه؟ دي فتح الشهيه، لكن بعد كده خلي بالكم. تمام. انا الحمد لله قدمت الى الان غير الكتابين اللي شاركت فيهم مع ماجد بيه
عملت 35 بحث باللغة الإنجليزية والعربية ونشرتهم في مؤتمرات دولية ومؤتمرات إقليمية وفي مجلات علمية عربية وفي مجلات علمية دولية. وكلها تدور حول موضوع النزاعات والعقود. العقود موضوع طويل جداً جداً، وأعتقد إن شاء الله أن أنتم رح تستمتعوا بالمعلومات اللي حيعطيكم هي ماجد به، لأنه هي بحر من المعلومات، ومهما أعطاكم رح يبقى الباقي عليكم أنتم أن أنتم تثقفوا نفسكم في كل الأبواب اللي رح يفتح لكم هي المهندس ماجد. ما يكفي أن أنت تأخذ هذه الدورة وتروح تقول والله خلاص أنا انتهيت من الدورة، لأن هذه الدورات بشكل عام تعتبر مجرد فتح أبواب لك لتقرأ في الموضوعات المختلفة. وهذا الفرق بين المهندس اللي حابب يتعلم والمهندس اللي حاضر غصب عنه، إما لأنه أحد قال له روح احضر أو أي شيء من هذا القبيل. عشان تكون مهندس عقود جيد لازم تبقى تقرأ إلى نهاية العمر، ما فيش. أديكم بعض الأفكار. في بريطانيا تقريبا كل 5 سنوات يصدر فكر جديد في التعاقدات، فكر جديد تماما. طيب أنا لو تخرجت من 20 سنة ولم أسمع بكل اللي صدر في بريطانيا خلال 20 سنة الماضية، معناته أن أنا يعني بعيد عن المستوى المطلوب كمهندس معتمد في موضوعات العقود. أنا أشكر ماجد بي لإعطاء هذه الفرصة لأتواصل مع زملاء وأبناء كثير في هذه الندوة وفي الدورة القادمة اللي فيها فيدك بإذن الله تعالى، وأتمنى لكم كل التوفيق بإذن الله في الجزء اللي أنا رح أشارك فيه معاكم وفي الأجزاء الأخرى اللي حيقوم بها ماجد به، ورح أكون سعيد بالتواصل معاكم قبل وأثناء وبعد الندوة بإذن الله تعالى. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشمس ماجد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكمل المرسلين سيدنا محمد عليه أكمل الصلاة وأتم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احنا دلوقتي هنعرض عقود الفيدك التي صدرت وتاريخها في مقدمة بسيطة، ثم سنمر مرور الكرام على العقود التي صدرت من فيدك. نشأت الفيدك بدأت من 3 جمعيات مهندسين، كانت بلجيكا وسويسرا وفرنسا عام 1913، ثم ومصر كانت تشغل مركز في اللجنة التنفيذية للفيدك خلال عامي 97 و98، وكان يشغلها المرحوم الدكتور جمال نصار، ولكن نقابة المهندسين المصرية أصابها بعض المشاكل أفقدتها هذا المركز. منظمة الفيدك اليوم تتحدث بلسان 700,000 مهندس، ويمكن دكتور يمين نبيل يقول لنا هل الرقم ده كمان زاد ولا لا، حول العالم، وفيها قرابة 100 جمعية مهندسين استشاريين، وهو لا ما بيقبلش غير الجمعيات والاستشاريين الحرة، ما بيقبلش النقابات، لأنه بيعتبر النقابات إلى حد ما مسيسة، فبيعتمد على الجمعيات الحرة. أهم أنشطة هذا الاتحاد هو إنشاء مجموعة من العقود بدأت من عام 1957. العقود دي ليه احنا بنقول بنتكلم عن عقود الفيدك؟ نمرة 1، لانها تعتبر من اوسع العقود انتشارا في قطاع المقاولات،
منتشرة جدا. الحاجة الثانية أصبحت عقود دولية تتعامل بها معظم الشركات في المشاريع الكبرى، وهي المرجعية في إعداد العقود الدولية. يعني أي عقد دولي أنت بتعمله بتاخد، وأنا قلت لكم في الدورة اللي فاتت في سؤال هل ممكن استخدام النماذج، قلنا آه بتستخدم النماذج. فأنت نموذج الفيدك هو أكثر النماذج اللي بيستخدمها محرري العقود. البنك الدولي اعتمد شروط نموذجية متضمنة في الكتاب الأحمر هنتكلم عليها، اللي هو العقد التوافقي للبنوك، لتكون ضمن مستندات العقود التي يتعامل بها، وده طبعا اداله قوة أكثر لعقود الفيدك. تتميز هذه العقود الحقيقة لأنها ذات كفاءة عالية، يقوم على خبرات مكتسبة ومتراكمة. يعني هذه العقود بتلاحظ أنه لما هنتكلم نقول في 87 كان هي جمعية مهندسين استشاريين، فكانت بتعتمد بتبجل المهندس، مهندس كان كبير قوي بيقوم بأعمال شبه تحكيمية وما حدش يقدر يكلمه. وبالرغم من ذلك جم اكتسبوا أمور أخرى، ظهرت انتقادات كثيرة على المهندس. المهندس بياخد أجره من المالك. طب المهندس اللي بياخد أجره من المالك ده هل ممكن أن يكون محايدا؟ في شك، واكتشفوا أنه ليس محايدا، فانتقلوا المرحلة تانية. بداية من 1992 أوجدوا الشيء المسمى مجلس فض النزاعات وقلصوا سلطات المهندس. طيب أنا بقول الكلام ده ليه؟ بقول إنه بيتغير، زي ما الدكتور نبيل قال من شوية إن كل 5 سنوات عندهم بيغيروا الكونسبت في العقود في إنجلترا، إن هم نفس الحكاية كل فترة يكتسب خبرات أكتر فبيغير في الكلام اللي موجود في العقود السابقة. بتميز هذه العقود بالمحافظة على التوازن المالي في العقد، يعني بتعطي المقاول، ولو ان احنا باعتبار درجنا وعشنا مع العقود الإدارية بتاعتنا بنرى ان هذه العقود بتميل الى المقاول. هي الحقيقة مش بتميل الى المقاول، لا، هي بتحاول تعمل توازن بين الطرفين. الحقيقة المشروعات اللي بتنفذ بعقود الفيدك عادة ما تنتهي في ميعادها، والتأخير فيها بيبقى قليل. المخاطر والمسؤوليات بين أطراف العقد عادلة ومتوازنة. من المبادئ الأساسية الموجودة في هذا العقد مش ممكن إنك تسعر عقد إلا إذا كانت كل الظروف التي أمامك معروفة ومتوقعة عند إعداد العطاء. وبيحط شرط أن المخاولين قد أحاطوا بشروط الدفع، يعني بيبقى عارف كويس قوي هيصرف فلوس إزاي وفي الوقت الذي يتوقعون. هذه العقود عالجت تضخم الأسعار والتغير في الأسعار، وحدد تحديد دور واضح للاستشاري، وده غير موجود في معظم عقودنا للأسف، إن دور الاستشاري، وبتلاقي إنه في هذا العقد في بند اسمه الاستشاري يحدد التزامات وواجبات الاستشاري. فكرة هذه العقود قامت على فكرة لم تكن موجودة في عقودنا، حاجة اسمها الشروط العامة وحاجة اسمها الشروط الخاصة. إيه الشروط العامة؟ هي شروط تصلح لتنفيذ أي عقد إنشاءات في أي مكان على وجه الأرض. خلاص، عقد نموذجي بيقول إنه أي عقد إنشاءات أستخدم الشروط العامة دي، اللي هي كل اللي إحنا ترجمناه ده. إنما الشروط الخاصة حط حاجة اسمها الشروط الخاصة. إيه الشروط الخاصة؟
قال له يا سيدي انت بقى بتشتغل في مصر، عندك حاجات قد تكون تخالف النظام العام، عندك امور زي العقود الاداريه فيها بعض الظروف، اذا هات العقد ده النموذجي اللي انا حاطه واعمل دفتر الشروط الخاصه وهات بند بند. البند رقم واحد يبقى كما هو، البند رقم اثنين يعدل السطر من الكلمه كذا الى كلمه كذا، فتبدا تعدل هذا العقد يعني زي ما بيقولوا بتأيفه على ظروفك الخاصة. ولذلك ده اللي خلى هذا الحي العقد حي، إن وقت تقدر تغيره. هو بيقول لك ده مش قرآن، استغفر الله العظيم، ده عقد أنت تستطيع تغيره في الشروط الخاصة، وتقدر تستبدل بند بالكامل، يعني تلغي بند بالكامل وتضع مكانه بند آخر في الشروط الخاصة. زي ما قلنا لحضراتكم الفيديك نشأ سنة 1957 وبدأ يصدر النماذج بتاعته. نلاحظ حاجة، إن هذه العقود تم إعدادها بواسطة مهندسين. لو في حد من إخواننا المحامين حاضرين معانا بنبلغهم إن هم هذه العقود لم يحررها محامين، ولكن العقد بعد ما يخلص عنده مستشار قانوني اسمه سيبالا، بتعطى هذه العقود لمكتب الكبير اللي هو سيبالا ده، وسيبالا بيراجع هذه العقود مراجعة قانونية ثم يعيدها إلى لجنة الصياغة. يختصر دور القانونيين على الصياغة اللغوية والمراجعة النهائية لهذا العقد. قلنا أن عدد الدول المشاركة حتى الآن قرابة 100، حوالي 94. تاريخ صدور هذه العقود، أول عقد صدر عام 57 اللي كان الطبعة الأولى من العقد، ثم في عام 69 عملوا تعديل لهذه الطبعة، في 73 دي بقت الطبعة الثانية، في كل ده في الأعمال المدنية، في 73 أصدروا الطبعة الثالثة، وفي 77 حصل زي تعديل لأن انضم الاتحاد الأمريكي إلى الاتحاد الدولي لمخولي آسيا وغرب المحيط الهادي، وهذا العقد كان عقود بنود إعادة قياس. وفي 77 كان بدأ ظهور كتاب أو عقد الأعمال الإلكترونية، يعني طلع أربع طبعات بس ال 77 اعتبرت تعديل للطبعه الثالثه، فطلع اربع طبعات لعقد الكتاب الاحمر اللي هو الانشائي الانشاءات، وفي 77 صدرت الطبعه الاولى من الكتاب الاصفر. اتعدل في 1980 لنفس الطبعه الاولى، ما تعدلش، لا سوري دي كانت الطبعه الثانيه، وفي 87 طلع الطبعة الثالثة. في 92 في الكتاب الأحمر والكتاب الأصفر حصل تعديل بإضافة مجلس فض النزاعات. في 95 صدر عقد التسليم مفتاح اللي هو ده متشغل البرتقالي، المهندس نبيل المهندس محمد يحطوا لكم على الصورة. العقد البرتقالي ده صدر في 95. في 96 صدر ملحق للطبعة الرابعة، لسه ما كانتش طلعت الطبعات الجديدة، لتمكين المستخدم من تعديل شروط عقد إعادة القياس إلى عقد مقطوع. يعني هو قال لك العقد التسليم مفتاح ده كان في 95 عقد ريميجر، فعدله في 96 وقال لا العقد ده نخليه عقد مقطوع. في 97 صدر الكتاب الأخضر اللي هو العقد الصغير اللي هو قدام حضراتكم ده، وفي هذا العقد نلاحظ ملاحظة بقى، ألغي دور المهندس في فض النزاعات.
مع ان لانه 97 كان صدر مجلس فض النزاعات، فما بقاش فيه مهندس في فض النزاعات واصبح في مجلس فض النزاعات. يعني مجلس فض النزاعات ظهر في العقود التي صدرت بعد 1992. في 99 صدرت الطبعات الجديده للثلاثه عقود الانشاءات والاعمال الصناعيه اللي هي الكتروميكانيكال والتصميم والبناء وتسليم المفتاح اللي هو الاي بي سي. وهذه العقود على فكره، لا مش ده، لا ده الاحمر الجديد ده 2017 ده. ايوه. وهذا العقد اعتمد، الاردن اعتبرته خدته واعتبرته العقد الرسمي للدوله، وكذلك فلسطين وكذلك السودان وكذلك سوريا. في عام 2001 حكى لكم المهندس نبيل على رغبة الفيدك في عقد اجتماع في مصر، وكلفت بذلك في هذا الوقت، حيث جمعت أشهر المعاملين أو الجمعيات المهندسين العاملة في مجال التحكيم والعقود، وكان ممثل السعودية زميلي الفاضل الدكتور نبيل عباس، ومن الأردن حضر نقيب المهندسين الأردنيين وائل السقة، ومن لبنان حضر المسؤول عن العقود المهندس سعيد فتحة، ومن ليبيا وسوريا والإمارات عملوا هذا الاجتماع. وفي 2002 كلفونا بتشكيل لجنة الترجمة التي أعدت السبع عقود التي حدثنا عنها المهندس الدكتور نبيل. في 2005 صدر العقد التوافقي، هو زي ده بالظبط بس اللون روز. ايه العقد التوافقي؟ قال انه الشركات المموله للبنوك بتحتاج انها تستخدم عقد الانشاءات، فلو احنا هنعمل هذا العقد التوافقي اللي هو العقد الاحمر بحيث انه يصلح للتعامل بالنسبه للبنوك. في 2007 صدر نسينا في 94 الصوره اللي جابها المهندس نبيل رجع بشمس حمد. في 2007 في 1994 سوري في 94 نسيت اقول لكم انه صدر هذا العقد، عقد مقاول الباطن. في 94 صدر عقد مقاول الباطن قبل ما تطلع الملحق بتاع الطبعه الرابعه. وفي 2005 قلنا، في 2007 ظهر العقد الكتاب الفضي. ما هو الكتاب الفضي؟ هو ليس بي او تي، هو عقد تصميم وبناء وتشغيل ونقل ملكي. ينقصه ايه بينه وبين البي او تي؟ ينقصه التمويل. وهذا العقد لونه ذهبي. عندك يا محمد ده العقد، لا ده الاصفر ال 99 ده لسه ما هو ده. هذا العقد هو العقد اللي هو صدر في 2007. في 2017 ظهرت العقود الجديده اللي هي هاتوا من دي. طبعا هو المهندس اللي محمد العقود الجديده ايوه ده الاحمر ده، طبعا احنا بفضل الله ترجمناه، ترجمته بمجهودي الشخصي مع زميلين من مصر. وفعلا زي ما الدكتور نبيل، هي لم تشكل حتى الآن لجنة لاعتماد الصياغات العربية التي صدرت، إنما هو ده مجهود فردي كان مننا. ده والأصفر اللي بعده، الأصفر اللي أي لا الأصفر، الأصفر الجديد ثم أيوة الأصفر أهو ثم الفضي اللي هو عقد التسليم المفتاح اللي هو الاي بي سي المعدل في العقود الجديده، وده اللي هيكلمكم عنه الدكتور نبيل عباس. الفيدك بيقوم على خمسه مبادئ ذهبيه هو يقول عنها ذلك. اولا يجب المحافظه على واجبات وحقوق والتزامات وادوار المشاركين في العقد، اللي هم مين؟ المقاول والمهندس ورب العمل. الحاجة الثانية
أن تتم صياغة الشروط الخاصة بوضوح ودون غموض. هو بيقول أنا مديك الشروط العامة، الشروط الخاصة أنت اللي هتكتبها، خلي بالك بقى ما تبوظليش الطبخة، فتكتب لي كلام يكون واضح وخالي من كل غموض عشان ما يخلقليش مشاكل في المستقبل. وهو في هذه الكتب هتلاقي عامل أمثلة لكيفية التغلب على العيوب اللي قد تكون أو لا تتفق معي في الشروط العامة. يجب ألا تغير الشروط الخاصة من مزايا المخاطر والمنافع، الالتزامات والحقوق بين الفريقين اللي موجودة في الشروط العامة، يقول لك ما بتخبطها ليش. يجب أن تكون الفترات الزمنية المحددة في العقد لأداء المشاركين فيه فترات معقولة يتيح لهم أداء التزاماته. يعني بيقول إن أنت هتقدم مطالبتك خلال 28 يوم، قد تجد ال 28 يوم دي قليلة أو كبيرة أو كبيرة، فإما إنك هتزودها أو هتنقصها، وبالظروف التي تجعلها تقدر تبقى سهلة في عملية أو معقولة بالنسبة للأطراف، ما يبقاش عندهم مشاكل. في العقود الجديدة أضاف شرط، قال إيه؟ اللي هي من 99 من 2017 بقى، قال يجب أن نعمل على تجنب فض النزاعات. قبل ما أتكلم عن مجلس فض النزاعات زود كلمة تجنب، تجنب وفض النزاعات. يعني لازم تاخد إجراء هيشرحه الدكتور نبيل، ولو ما شرحتوش فأنا ممكن أكمله في الجزء اللي فاضل ليا بعد ما يخلص هو محاضرته، إنه كيف أتجنب فض النزاعات. التغييرات اللي تمت في عقود الفيديك الجديدة الصادرة في 2017، توسع في تنظيم إجراءات تبادل الإختيارات والاتصالات، عملها بتطويل لدرجة أن العقود الجديدة لو حضراتكم شفتوها هتلاقيها زادت بنسبة 50% عن العقد القديم من حيث عدد الصفحات، بالرغم أن هم بدل 20 مادة زادوا مادة واحدة اللي هي 21، إنما زود التفاصيل قوي، بقى كل خطوة بيشرحها بتفاصيل أوسع. يجب عند التعامل في المطالبات أن يتم التعامل مع صاحب العمل والمقاول على قدم المساواة الكاملة. فصل أحكام المطالبات عن تسوية النزاعات، حطها دي بند 20 وحط تسوية النزاعات بند 21. توسع في صياغة نظام إدارة الجودة والتحقق من المطالب. ده مجرد مرينا على هذه العقود. هنتكلم بقى دلوقتي بعد إذن حضراتكم، هندخل في هذه العقود. يبقى احنا ورينا حضراتكم الآن 14 نموذج. هنبدأ نتكلم في 14 نموذج دول باختصار، مش هيبقى بالتفصيل، إنما عشان تعرفوا العقود دي بتتكلم على إيه يبقى احنا فاهمينها. العقد الأول اللي هو بتاع الإنشاءات أهو، ده بيتكون من اللي هو الأحمر اللي هو طبعة 92، بس هو الطبعة الرابعة، بس التعديل الذي تم في 92، فكان الأول 69 مادة فخلاهم 72 مادة لأنه أضاف مجلس فض النزاعات. هذا العقد يتميز بإيه؟ برضو حافظ على الشروط الخاصة، قال في شروط عامة وقال في شروط خاصة أنت بتضيفها على لو حبيت تعدل في الشروط العامة. بنود هذا العقد ورد في المادة الخامسة أولوية المستندات، وحدد المستندات بست مستندات، هتلاقي في العقد الأصفر
فصصها أكثر. قال أول حاجة اتفاقية العقد، ثم خطاب القبول، ثم عرض المناقصة اللي هو التندر، والشروط الخاصة تسبق الشروط العامة، والشروط العامة وأي مستندات أخرى تشكل جزء من العقد. خدوا بالكم، ما جابش سيرة جدول الكميات، ما جابش سيرة المواصفات، ما جابش سيرة الرسومات. هذه الأمور دخلها في المستندات الأخرى. هتلاقي في عقد الأصفر غير هذا الكلام، لما نصبح هنتكلم عليه. البندين السادس والسابع بتتكلم عن الرسومات، والمقاول يجب أن يحتفظ بنسخة من هذه الرسومات في الموقع، وبتتكلم عن رسومات الورشة اللي هي المقاول بيتقدم بها بموجب العقد. من البند الثامن وحتى البند الثالث والثلاثين بتتكلم عن التزامات طرفي العقد اللي هما المقاول ورب العمل. من الرابع والثلاثين للسادس والثلاثين بتتكلم عن الاشتراطات الخاصة باليد العاملة اللي موجودة في الموقع، ومواد الآلات والمواد والآلات المستخدمة، والاختبارات الخاصة بهذه المواد. من البند الثامن والثلاثين، البند الثامن والثلاثين بيتكلم عن التفتيش على الأعمال، وإتاحة الفرصة للمهندس لمعاينة الأعمال قبل ردمها أو تغطيتها. والبند التسعة والثلاثين بيتكلم على ضرورة إصلاح المقاول للأعمال غير المطابقة للعقد، ومعالجة وكيفية معالجة إخلال المقاول وعدم اتباعه لتعليمات المهندس. البند الأربعين بيتكلم عن إيقاف المقاول عن العمل وتعليق العمل وما يترتب على ذلك، وطبعا التعليق بيبقى بناء على تعليمات المهندس. البند الواحد وأربعين بيتكلم عن مواعيد بدء العمل واشتراط عدم تأخر المقاول في البدء في التنفيذ. البند 42 بيتكلم على ضرورة تمكين المقاول من حيازة الموقع وحق الوصول إلى الموقع. من 43 ل 46 بيحدد وقت انتهاء الأعمال وكيفية التصرف مع القيود الخاصة بتحديد ساعات العمل. البند 47 بيتكلم عن التعويض الاتفاقي وضرورة تخفيض هذا التعويض في حالة استخدام رب العمل لقسم من الأعمال من المقاول اللي هو التعويض الاتفاقي اللي هو غرامة التأخير. فبيقول إنه طب أنت استلمت جزء وبدأت تشتغل فيه، فيعني يجب إنك تخفض قيمة التعويض. المادة السادسة في هذا العقد من الجعلها لأنها مهمة، بتتكلم عن إنهاء العقد. إيه لا سوري، المادة 63. نعم العقد الأحمر، لسه في العقد الأحمر اللي هي دي. بيقول من حق رب العمل إنهاء العقد في حالة إعصار المقاول، ما عندوش فلوس ومش قادر يشتغل. دي وردت في المادة 63. أو المهندس بيدي قرار، خد بالك بقى المهندس شوف هنا سلطاته إيه، قال أن المقاول قد جحد العقد. طب جحد العقد كلمة عامة جدا، إنما موجود. يعني إيه جحد العقد؟ يعني أي بند من البنود الموجودة في العقد امتنع عن تنفيذه أو جحد العقد. فقال لك من حقه إنه إنهاء العمل أو لم يلتزم بتنفيذ بنود العقد. أي بند من البنود لم يلتزم بتنفيذه، كل دي الأحوال التي تجيز لرب العمل إنهاء العقد. ثم نشوب الحرب، يبقى هنا القوة القاهرة، والقوة القاهرة هو مسميها اللي حط فيها نشوب الحرب، أو الإعفاء من الأداء لأسباب خارجة عن إرادة الطرفين. قال لك هذه الأمور تجعل من حق المقاول رب العمل إنهاء العمل. طب في المقابل، في المقابل المقاول له الحق في إنهاء العقد لذات السبب الأخير اللي هو وارد في المادة 66 اللي بتتكلم عن ظهور أسباب خارجة عن إرادة الطرفين. المادة 69 بتتكلم عن إخلال رب العمل بالتزاماته، منها سداد الأجر
وحدد انه سداد الاجل لو تاخر اكثر من 14 يوم من حقه ان يطالب بانهاء العقد. ننتقل للعقد. انا طبعا زي ما حضراتكم شايفين احنا بنعرض عرض سريع جدا، لانه يمكن عقد 87 لم يعد واسع الانتشار دلوقتي، ولكن احنا بنعرضه لانه في بعض الناس بيستعملوه. الطبعه الثالثه في عقد 87 اللي هو عقود الاعمال الالكتروميكانيكا، جاءت هذه الطبعه لتكون الاول لما حطوها لتكون مكمله للكتاب الاحمر للجزء الميكانيكي الموجود في العقود، يعني ممكن تستخدم العقدين مع بعض. وفي نفس الوقت الذي أصدر فيه الطبعة الرابعة اللي هي 87. الملاحظة اللي موجودة في هذا العقد إنه حط المادة 5 الخاصة بأولوية المستندات، حط فيها 9 مستندات، احنا قلنا اللي فاتت كان 6، فصصها أكتر. الأول حاجة خطاب القبول، ده نمرة 1، الثاني العقد كان نمرة 1، خطاب القبول كان نمرة 2، هنا حط خطاب القبول نمرة 1 والعقد نمرة 2، ثم الشروط الخاصة، ثم الشروط العامة، ثم المواصفات، ثم جدول الكميات، ثم رسومات رب العمل الرسومات، ثم رسومات المقاول لوركشوب درون، ثم العطاء العرض اللي قدمه المقاول. حطوا فيه 9 بنود. مقدمة العقد، هو سمى العقد اللي هي مقدمة العقد، بيحتوي بعض التعريف. أول حاجة ملخص البيانات الرئيسية للعقد، أسماء الأطراف وعناوينهم وصفاتهم، تاريخ مباشرة المقاول للعمل، وغيرها من التعريف الأخرى الخاصة باللي بترد في العقد. الجزء الأول اللي اتكلمنا عليه اللي هو الشروط العامة، هنا جاي في 51 مادة، اللي فاتت قلنا 72، العقد الأعمال الإلكتروميكانيكا 71، البند الأول اللي هو التعريف، البند الثاني بتتكلم عن المهندس، يبقى هنا في مهندس، البند الثالث بتتكلم عن المقاول، البند 31 بيتكلم عن حق إجراء التغييرات في العقد، كيف يتم إجراء التغييرات في العقد وكيفية إصدار الأوامر التغييرية التي يجب على المقاول اتباعها. البند 32 بيتكلم عن الآلات الخاصة بالمقاول وكيفية سيطرة رب العمل عليها، يعني المقاول بيدخل معداته للموقع، فرب العمل طبعا ما فيش حاجه بتخرج الا برأي رب العمل. نعم، طب نخلص الاصفر ده ونختلف. اهم حاجه في هذا العقد حدد التزامات رب العمل وحدد التزامات المقاول. قال التزامات رب العمل الا وخدناها من الكلام اللي قلناه في العقود، قلنا 3 حاجات رب العمل ملزم بيه، انه تمكين المقاول من العمل في سهوله ويسر، نمرة 2 سداد أجر المقاول، نمرة 3 تسليم التمكين وسداد الأجر واستلام العمل. يبقى 3 أمور دول الالتزامات. هو قال فيهم إيه بقى؟ تأمين مصادر تزويد المياه والغاز والكهرباء للموقع، تدخل تحت إيه دي؟ تمكين. السماح للمقاول باستخدام معداته، معدات رب العمل، يعني ساعات رب العمل عنده معدات فبيسمح للمقاول باستخدامها سواء بأجر أو بدون أجر. تأمين طرق وصول المقاول إلى الموقع وتوصيل آلاته ومعداته، تمكين. إعلام المقاول، دي بقى اللي زي ده، بطبيعة القوانين والتشريعات واللوائح والجمارك، الجمارك التي تؤثر في تنفيذ العقد، يعني ملزم أن يطلعه على جميع القوانين اللي تمت المشروع بتاعه بصلة، العمالة، الأجازات، الضرائب، التأمينات، الجمارك إلى آخره. مسؤول كمان، خد بالك ده بتاع أعمال تركيبات،
أن تكون المباني مش هو اللي عاملها، تصلح إني أدخل فيها التركيبات دي. يعني لو جيت أركب معدة، وده بيحصل كتير قوي، جيت أدخل معدة كبيرة والبوابة ما دخلتش المعدة، ده كل يوم بتحصل، بكسر السور وأدخلها. طب كسر السور ده على حساب المقاول الباطن، المقاول للمعدات؟ لا، ده على حساب رب العمل، لأن هو المفروض أن أتمكن من إن المعدة دي أدخلها، يبقى هو اللي عارف مش أنا. توفير المعلومات الخاصة ببدء العمل، تبقى في مشكلة في أذون الملكية في الأرض إلى آخره، وتوفير واستصدار تراخيص وشهادات الاستيراد. ده التزامات رب العمل تدور كلها حوالين التمكين. التزامات المقاول، تنفيذ الأعمال بالطريقة الواجبة، توقيع اتفاقية العقد. خد بالك انه هنا بيصدر خطاب القبول، وبعد خطاب القبول انا قلت لحضراتكم في اسئلة كثيرة جت في المحاضرات اللي فاتت، انه هل الجواب بتاع امر الاسناد ده يعتبر بداية العقد؟ قلنا لهم اه، فهو دلوقتي خد امر الاسناد وبدأ يشتغل ورفض التوقيع على العقد، لا في حاجة مش عجباه. لا، هنا في بنود بتتكلم عن الزامه بتوقيع اتفاقية العقد، الزامه بتقديم خطابات الضمان، تفسير المعلومات التي يقدمها رب العمل والمهندس حول الموقع، مش شرط انها تبقى بالنسبة له واضحة وضوح كامل، هو بيفسرها او يبعت لي يقول لي فسر لي هذا الكلام، تقديم برنامج زمني لتنفيذ الاعمال وتعديله، تعيين ممثل او اكثر له في موقع العمل، تقديم معدات العمل، الالتزام بقوانين الصحة والسلامة، مهتمين قوي هم بهذا الامر، سداد قيمة المياه والكهرباء والغاز التي يوفرها رب العمل، سداد أجور استخدام معدات رب العمل، تنظيف موقع العمل، تنسيق أعماله مع المقاولين الآخرين. لو رب العمل له مقاولين في الموقع، مش هينزل واحد وبعدين ده يعطله أو يمتنع عن معاونته، فبيبقى فيه بند في العقد بيتكلم عن هذا الأمر، عدم الرقابة على الموقع، وعدم السماح لأي شخص بدخول الموقع دون موافقة المهندس، تقديم المعلومات اللازمة لاستيراد الآلات في الوقت المناسب لو كان المالك هيفتح الاعتماد أو حاجة من هذا القبيل، الالتزام بالقوانين والتشريعات واللوائح السارية، هو بلد غير بلده المقاول، فيجب أن يلتزم بالقوانين والتشريعات، حماية رب العمل من حقوق براءة الاختراع. طيب، إنهاء العقد في عقد الكتاب الأصفر، إما من قبل رب العمل لو تأخر المقاول تأخيراً طويلاً، وده ورد في البند 27/2، أو استمرت القوة القاهرة مدة تزيد على 182 يوماً، ده وردت في المادة 44/7، عدم استجابة المقاول لتعليمات المهندس بتصحيح خطأ موجود، ده المادة 45/2، إحالة العقد بكامله أو التعاقد مع مقاول باطل دون موافقة رب العمل، في هذه الحالة من حق رب العمل، مادة 45/2 في إنهاء العمل. من قبل المقاول عدم إصدار المهندس شهادة الدفع بعد مرور 14 يوما من تسليمه الطلب الخاص بها، يعتمده المهندس وسلمه، لو تجاوز هذا الكلام يبقى ممكن انه يطلب فسخ انهاء العقد. استمرار القوة القاهرة مدة تزيد على 182 يوم، هي نفسها اللي هي بالنسبة لرب العمل، اللي هي بالرغم ان هو القوة القاهرة في عقود الفدك كلها تقريبا بتخلي المقاول المالك يتحمل مسؤولية القوة القاهرة، الى ان هو هنا مشى مع القوانين العربية اللي هي القوة القاهرة بتلغي التزامات الطرفين، فهنا القوة القاهرة هو يقدر ينهي العمل والمقاول في ذات الوقت يستطيع أن ينهي العمل. نشكركم وناخد بريك صغير كده وثم نعم. شكرا. بريك صغير 5 دقائق إن شاء الله، 7:42 7:47 نرجع إن شاء الله. دي علاقة عقدية منفصلة عن العلاقة العقدية اللي ما بين المقاول
اللي ما بين المالك والاستشاري او المهندس. ولذلك انا ما فيش المالك المقاول ملوش حق ان هو يرفع قضايا لو في حاله اي مشاكل على الاستشاري. هل الكلام ده على المطلق ولا على المطلق؟ على المطلق. يعني انا ما اقدرش انا اي خطا يرتكب الاستشاري بيتحمله المالك، يعني ده مندوبه، فاي خطا بيترتب عليه ضرر للمقاول بيتحمله المالك. طب وفي حاله ان انا رفعت، لا ما فيش علاقه عقديه بين الاثنين. تمام. طب في حاله لو انا رفعت، لو مثلا المهندس عنده اخطاء في التصميم وكان بيدافع عنها طبعا بطبيعه الحال، وانا رفعت عليه المالك، يبقى اللي اخطا المالك. ما قلتش للمالك. تمام، بس انا رفعت قضيه على الاستشاري، هل ده اجرائيا خطا؟ لا طبعا، هيقول لك ايه دخله، الا في حاله واحده. نعم. اللي هو المهندس مسؤول ايه عن الضمان العشري. تمام. فدلوقتي انت حصل خلل والمبنى انهار، فجاء رب العمل انت والمهندس المقاول والمهندس متضامنين يضمنان الاعمال. خلاص. نعم. الصدى ده ممكن نشيل الصدى صوتي. طيب، فمعنى هذا الكلام ايه؟ انه المقاول المالك هيرجع عليك كمقاول يقول لك هات يا عم الكلام ده، تقول له ده خطأ تصميم، ده خطأ مش خطأي، انت واخد بالك؟ نعم. فلو كان الخطأ من الشخص الاخر ده، انت هترجع عليه وتاخد حقك منه. تمام. ده في حاله الضمان، ده الحاله الوحيده اللي انت ترجع على المهندس، ده قنص القانون، تاخد منه تعويض عن الاخلال بالضمان، خطأ في التصميم سبب انهيار جزء من المبنى، فبيحملك انت هذا الكلام. نعم. تمام. انما يعني ولا لو انا في اثناء العقد، اثناء صرعان العقد، ما ينفعش اروح من نفسي كده ارفع قضيه على مش هتعرف تشتكي للمهندس ده خالص. تمام. طب وساعتها المحكمه ممكن تقول ايه لو انا رفعت فعل القضيه دي؟ المحكمه ممكن ساعتها تقول ايه؟ ترفضه مثلا؟ لا ولا حاجه. ما هو هنا دلوقتي انت بتشتكي، بتقول المالك ده بيحملني عبء، المخطئ فيه هو المهندس. تمام. فهيدخل هو طرف في هذه الدعوه وهتاخد تعويض منه. ده لازم، لازم ادخل معايا المالك، انما ما ينفعش مني لنفسي مع المهندس. لا لا لا، طبعا ما تمام. ينفعش منكم طبعا. شكرا لحضرتك. عفوا يا فندم. مع السلامه. استاذ محمد يوسف، انا شايف هو الوحيد اللي عنده سؤال، يا ريت يكون طبعا في محتوى المحاضره. اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم. مساء الخير يا باشمهندس محمد. مساء الخير يا باشمهندس ماجد. يعني انا في حاله سعاده غير طبيعيه بحضوري مع حضراتكم في الكورس ده، وان انا هاخد المعلومات او تلقى. على مهلك يا استاذ محمد، على مهلك عشان اسمع بس. بقول لحضرتك انا في حاله سعاده غير طبيعيه ان انا اشارك مع حضراتكم، وان انا اتلقى العلم على ايد حضرتك وعلى ايد الدكتور نبيل. يعني انا في حاله سعاده، ارجو ان هي تستمر طول الوقت واتلقى العلم بصوره. اهلا استاذ محمد، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. تعليقا على السؤال اللي كنت سالته من شويه بخصوص الفرق بين التي بي او والبي او تي، فتصوري من الواقع المستمر ومتجدد في عقود الاداره ان البي او تي عاده بيستخدم في العقود الاداريه، واللي هو بيسمى عندنا في المسمى القانوني اسمها عقود التزام المرفق العام. تصوري الشخصي ان ممكن يحل محله في مشاريع الاستثماريه المقبله، ان الدوله ممكن تاخد بنظام العقود الدي بي او وعقود الفيدك، لان فكره الاتفاق على التمويل او فكره الاداره ونسب التشغيل والكلام ده، اعتقد ان هو موضوع اتفاقي قائم الاداره بتتجنبه في بعض الاوقات، ولكن مفيش ما يمنع ابدا في عقود. انا من وجهه نظري انا الشخصيه، مفيش مانع في عقود الدي بي او في الفيدك من ان التمويل يكون بمعرفه المقاول، طالما انه هيكون شرط اتفاقي ويتحط في الشروط الخاصه. فاعتقد ان ده احد الصور المحترمه جدا. تمام. بالنسبه للدوله. طيب، عايز بس اضيف ملاحظه استاذ محمد. اتفضل. انه البي او تي لا يشترط ان تكون الدوله بس طرفا فيه، يعني ممكن ان تتم عقود البي او تي بين مالك عادي مع شركه اخرى، انما هو جرى العرف فعلا زي ما انت بتقول ان هو مستمد من التزام المرفق العام، ف
ففي يعني في القانون التزام المرفق العام ان يبقى في مقاول، زي ما انا فاكر لما كنت صغير كان في اسكندريه عندنا شركه ليبول بتاعت الكهرباء، كان ده كان شركه بي او تي، وكان ترام اسكندريه ما كانش ملك، وكان زمان هنا ما حضرتوش انتوا، كان الاتوبيس في القاهره لونه ازرق لونه احمر، واتوبيس اسكندريه لونه ازرق، فكان في شركه اتوبيس بتاع القاهره انا عارف كان اسمه برجيله، وكان اسكندريه مش متذكر اسمه ايه، كان دي ده كان بيقوم بيها قطاع خاص، فالكلام ده قديم ومعروف. ولكن التعديل بس اللي عايز اضيفه انه لا مانع من ان تكون عقود البي او تي يقوم بها الافراد مش شرط الحكومه. طيب تفضل حد تاني. شكرا جزيلا حضرتك. اظن في مهندس محمد مجدي ده اخر سؤال ناخده النهارده، اتفضل يا شمس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا باشمهندس؟ اهلا باشمهندس. اهلا بيك. هو سؤالين بس، السؤال الاول ايه الفرق بين البي او تي والبي او او تي؟ شكرا على هذا السؤال. شكرا على هذا السؤال. البي او تي انه بيلت اوبريت اند ترانسفير، البي او او تي بيلت اون اوبريت اند ترانسفير. الاوند يعني ايه؟ هو الناس وهي بتتعاقد قالت والله انا خايف منكم يا عم، انتوا عرب انتوا، وخصوصا المصروه عندهم اسهال قوانين، هيطلع لي بكره قانون يأممني ويعمل لي مشكله. فلا خلي بالك بقى، انا عايزك تثبت عندك في هذا العقد انني اون املك خلال فتره العقد، فكوني باملك خلال فتره العقد انت كده بتخليني ابقى مطمئن انك مش هتلعب بي، واخد بالك؟ فده الفرق بين الاثنين، واشكرك على هذا السؤال لان انا ما عرفتوش. طب الحاجه الثانيه هندسه، حضرتك وانت بتشرح في عقد الاي بي سي قلت ان مفيش الاي بي سي الاي بي سي ايوه، قلت ان مفيش مهندس في العقد، يعني مش مهندس أيوة. مش متواجد، بس انا صادف في احدى العقود المره البسيطه اللي مرت عليا ان كان في مهندس، يعني هل ده قابل للتغيير ولا ده شرط ان ميبقاش في مهندس؟ لا طبعا انت حر، بس انا قلت حاجه، انا قلت في ممثل للمالك، خد بالك بقى من الحته دي. اصل هنا لما انا بقول ما فيش مهندس، المهندس في عقود الفيديك واخد سلطات غير عاديه، فقال لك ما عنديش حد واخد سلطات غير عاديه، انا عندي الواحد مندوب المالك مهندس، انا اخترته مؤكد هختاره مهندس، من المؤكد هختاره مهندس، فانا جبت واحد مهندس حطيته في الموقع ده مندوبي بقى، ولكن ليس له السلطات بتاعت المهندس اللي هي ايه، انا اللي بقرر بدي الاوامر التغييريه، وانا اللي بحدد قيمه هذه الاوامر، وانا كنت اللي بأحيل مش عارف ايه لمجلس فض النزاع نيابه عن المالك. هنا اللي بيقوم بهذه الاعمال المالك، والمندوب ده مندوبه وليس له السلطات القويه بتاعه المهندس الموجوده في العقد. ثم انا ما اقدر يا اخي في العقد ده احط في الشروط الخاصه اجيب 100 مهندس، احنا ما بنقولش هنا استغفر الله قران، لا طبعا لك ده الشروط العامه اللي هو بيقولها، انت حبيت تحط انت عقدك ده مؤكد، هم عدلوا في الشروط العامه وحطوا دور المهندس، ممكن انت حر، ده اتفاق عقدي. تمام شكرا لحضرتك يا هندسه. عفو، اي اسئله اخرى؟ شكرا لك يا هندسه. العفو. طيب ندي تنبيه معلش لو تتكرموا، اتمنى تكون كلكم حاضرين، اللي كان طالب كتب ولم تصل نرجو لو تتكرم يبعت لي على الايميل الاسم، انا يهمني حاجتين لانه لما بيبعتها لبتوع البريد ما بياخدوهاش، الاسم والعنوان ورقم التليفون. ما زال فلسطين، انا ما اعرفش ايه السبب، قول فلسطين ممكن، الاردن ايه السبب؟ ما فيهاش دلوقتي استقبال رسائل، فلسطين والاردن والكويت
وقطر. الأربعة دول ما بيستقبلوش رسائل بريد عادية. الأربعة دول لو حبينا نبعت لهم لابد عن طريق الـ DHL. فأرجو يبقى بس ده واضح عشان لو حد من دول ما جالوش الكتاب السبب إنه ما قدرناش. فالكتاب شوفوا الطريقة اللي توصل لكم بيها قولوا لنا عليها. إنما عن طريق البريد العادي ما قدرناش نبعت. بس عشان نخلص موضوع الكتب دي لأنها عاملة قلق للناس وعاملة لنا قلق بنفس الوقت. الكويت فيها واحد بيقول الكويت كل دول فيهم DHL. يعني أي واحدة من الدول دي اللي أنا قلت عليها الغريبة ما فيهاش بريد عادي إنما فيها DHL. DHL غالي جدا الحقيقة. فاللي عاوز يتفضل يقول لي وإحنا تحت. تمام. طيب شكرا يا باشمهندسين. ان شاء الله ميعادنا يوم الحد اللي جاي يوم الاربعاء اللي جاي مفيش محاضره لكن هيبقى في ميعاد هنتفق عليه على جروب التليجرام نجرب البرنامج الجديد وكل الناس ايه تعرفوا باذن الله. طبعا المحاضره موجوده على الفيس تفضل موجوده اي حد يقدر يشوفها في اي وقت على صفحه مانجمنت اكاديمي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.